نجم كرة قدم وممثل في هوليوود اتهم بقتل زوجته وصديقها وخضع لمحاكمة سميت بالتسعينات بمحاكمة القرن. النجم الأمريكي أوجي سيمبسون توفي عن عمر ناهز 76 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان. سيمبسون اكتسب الشهرة والمال والإعجاب من كرة القدم والأعمال الاستعراضية في القرن الماضي، لكن إرثه تغير بعد مقتل زوجته السابقة نيكول براون وصديقها في لوس أنجلوس عام 1994 واتهامه بجريمة القتل. تغطية تلفزيونية مباشرة لاعتقاله بعد مطاردة شهيرة مثلت سقوطاً مذهلاً للنجم الأمريكي خلال محاكمات استمرت لأسابيع وتم بثها على الشاشات الأمريكية وحصلت مشاهدات تاريخية. تمت تبرئته من جريمة القتل في قرار مثير للجدل ما زال لا يقنع الملايين في الولايات المتحدة، كما إن قضيته أبرزت التوترات والانقسامات العرقية في المجتمع الأمريكي في ذلك الوقت. وولد أوجي سيمبسون في 9 يوليو عام 1947، وهو لاعب أمريكي بارز في رياضة كرة القدم الأمريكية، وشارك مع فريق جامعة كاليفورنيا الجنوبية وربح جائزة أفضل لاعب جامعي عام 1968. وفي أحد المواسم استطاع تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من اليردات المكتسبة، وهو 2003 ياردات عام 1973، وأكبر عدد من الهبوط ب 23 مرة عام 1975. وبعد اعتزاله كرة القدم عمل معلقا رياضيا وممثلا.